كيعوموا ممنوع عليهم البحر كيعوموا فيه. كاين واحد بلاك هنا كتقول لي ممنوع السباحه. كيف كتشوفوا معنا الشباب كيجيو كيلعبوا كره هنا في هذا الشاطئ هذا اللي كيساليو يعني الماتش ديالهم كيتلاحقوا في هذا الشاطئ هذا كيف كتشوفوا معنا. صراحة خاطر بريوسهم مازال ما وصلش موسم الصيف ومازال فرقة السباحين مازال ما خرجوش يعني عندهم كيخرجوا في شهر 6 أو لا شهر 5 مازال ما خرجوش فرقة السباحين اللي كانت غتبقى شي حاجة أو لا كيردوا البال في هذا الشاطئ هذا ما كاينينش يعني إذا طلعت لك شي حاجة ما غتلقاش اللي غادي ينقذك. كيدي فيه الماء البلاصه هادي هو يعني مرتش البال غادي كيعوم ما مسوقش. ورا غادي كيدي فيه البحر ومرتش البال وعادي ما مسوقش كيعوم على راحته كيضحك فرحان. غير ما عارفش صافي هو بغى يضحك ويعوم مع صحابو ما مسوقش حتى كيدخل ما مسوقش كاع الصغار. ردوا
اول بيرو يوصل حاولوا تجنبوا البلايص تدخل داخل يديك البحر يعني رد البال حاول ما تبحرش دابا حتى يوصل الموسم الصيفي وتبحر مع راسك تكون كيش تهضر معاه من الشخف يعني كيكون الدري ديال الوقايه المدنيه كيكون الماتريال ما عندك من الشخف ديك الساعه وعلى راحتك وديك الساعه فين غادي تدخل غادي تدي في البحر راه الدراري يعني فرقه السباحين راه غيعيطوا لك يخرجوا بعد اللي نقدك اما دابا راه كتخاطر بنفسك ولا كتخاطر بنفسك حتى تشوف راه ما كتعرفش تعوم حتى العوم ما كتعرفش خاطر نفسك وليدي والله يحفظك وخويا على السلامة بلاصة خيبة ماشي ديال العومان هاد بلاصة الناس كيجيو غير كيتمنظرو في البحر الناس اللي مستريسي كيجي كيتقابل مع البحر هاد البحر ماشي ديال العومان ما ديال حتى شي حاجه البحر ما ديال الصيد ما ديال العومان